سعر رغيف الخبز الجديد 2023 لغير حاملي بطاقات التموين. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. أهلا وسهلا بكم متابعين القناة الكرام، معكم مصطفى بشير. النهاردة معنا موضوع ما زلنا يعني نبحث عنه ونقدم لكم فيه الجديد دائما بناء على طلب حضراتكم. هنشوف النهاردة سعر رغيف الخبز البلدي لغير حاملين البطاقة التموينية أو لغير حاملين بطاقة كرت مدفوع مقدما للخبز. طيب، قبل ما نشوف تفاصيل الموضوع ياريت نعمل اشتراك في القناة لو بتشاهدنا لأول مرة علشان يوصلك كل جديد في المصالح الحكومية. أثار إنتاج الخبز البلدي للمواطنين عبر كارت مسبوق الدفع تساؤلات العديد من المواطنين في كافة محافظات جمهورية مصر العربية عن سعر رغيف العيش الجديد في عام 2023 وعن كارت غير حاملي البطاقات التموين. وأكدت مصادر صحفية أن خلال الساعات المقبلة سيتم الإعلان عن سعر رغيف العيش الجديد في عام 2023 بالكرت المشحون، ويقوم المواطن بشحنه بمبلغ سواء كان ب20 أو 50 أو 100 جنيه زي ما قلنا في الفيديوهات السابقة وحسب قدرته على الشراء، وبعدها يتوجه إلى المخبز على مستوى الجمهورية، على أي مخبز على مستوى الجمهورية لشراء الخبز وفقا للسعر الذي تحدده وزارة التموين خلال الساعات المقبلة. وأضافت المصادر الصحفية أن وزارة التموين تقترح أن يكون سعر رغيف العيش الجديد 2023 سيصل إلى 75 قرشا. طيب تعالوا نشوف مع بعض اللي هو يعني أسعار كروت فئة شحن الكارت مسبوقي الدفع لرغيف الخبز. كارت الشحن فئة 120 جنيها يتيح للمواطن 25 رغيفا. كارت شحن فئة 50 جنيه يتيح للمواطن 62 رغيفا. كارت الشحن فئة 100 جنيه يتيح للمواطن 124 رغيفا خبز. أما عن كارت الخبز لغير حاملي البطاقات التموينية، أكد عبدالله غريب رئيس شعبة المخابز باتحاد الغرف التجارية على أنه كان قد قدم لوزير التموين فكرة طرح العيش الحر للبيع المواطنين غير حاملي البطاقات التموينية. وأضاف خلال تصريح صحفي له أن رئيس الوزراء سبق وأعلن عن أن الخبز المدعم ارتفعت إلى 90 قرشا، أن مصر بها 30 ألف مخبز منتشرة في جميع المحافظات، وإن قرار وزير التموين يتيح إفادة 30 مليون مواطن من مصر شراء الخبز المدعم بالسعر الحر. وعن نظام كارت الخبز لغير حاملي بطاقات التموين، قال أن المواطن يقوم بشحن البطاقة بقيمتها المختلفة سواء ب20 أو ب50 أو ب100 حسب قدرته على الشراء، ثم يقوم بالتوجه إلى أي مخبز على مستوى الجمهورية لشراء الخبز وفقا للسعر الذي تحدده الوزارة. شكرا لحسن استماعكم، كان معكم مصطفى بشير. ما ننساش نعمل اشتراك في القناة لو بتشاهدنا لأول مرة عشان يوصلك كل جديد في المصالح الحكومية. دمتم في رعاية الله.